نرجو من الإخوة المتحدثين الاختصار في حديثهم. ببساطة الكلمة الآن لفارسها، فإن كان لمكافحة الفساد كتاب فعنوانه فيصل علي المسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة لا يسعني إلا أن أشكر الأخ الفاضل جمعان الحربش، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في عليين ظاهر الحربش وأمواتنا جميعا، لأننا لا يمكن أن نقف في هذا المقام إلا وأن نستذكر ذلك اليوم الأغبر في تاريخ الكويت، لكن ذلك اليوم المجيد بإذن واحد أحد سيسطر التاريخ بأنه ذروة انحراف مسار الدولة من الفساد إلى الإصلاح. لا يغرنكم ما نراه اليوم من ألم ومن سواد، إلا أن بإذن واحد أحد لكل بياض ولكل فجر قبله ليل أظلم. الشكر والثناء لكم الأفاضل الحضور، وأنا أعتقد أن بعد كلام الأخوة الكثير كثير من الكلمات اللي الواحد كان وده يقولها قالوها، وخاصة طال الوقت وأشعر بالبرودة مثل ما أنتم تشعرون، لكني أقول الأمر أكبر يا أخوان من قضية مرسوم، وقلناها من البداية. مي قضية انتخابات ولا قضية إبطال مجلس 2012، المسألة أعظم. المسألة نهج فساد أدرك أنه سيقضى عليه بسبب الإصلاحات اللي حصلت، ولذلك يقاتل معركته. ولا عجب أن يجلد أهل الفساد بفسادهم، لكن العجب أن يتراخى أهل الإصلاح. وأنتم أبعد من أن تكونون أن تقفون أو تتوقفون في منتصف الطريق. الوضع يا أخوان سيء جدا، نعم، لكن سبحانه اللي ما جمع عسرين مع بعض، كل عسر بعده يسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك وضع اليوم أنا أقول بصراحة، سمو الأمير رئيس الدولة هو وفقا للدستور تمارس السلطة التنفيذية من قبل سمو الأمير ومجلس الوزراء. السلطة تنقسم، رأسها رئيس الدولة، ومن ثم باء رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. من أشار عليك من مستشارين ومن حكومة لأن أي مرسوم يجب أن يدرس في مجلس الوزراء، يجب أن يدرس في مجلس الوزراء ثم يرفع لسمو الأمير بمرسوم الصوت الواحد، فقد غشك. مرسوم الصوت الواحد سيسطره التاريخ بأنه عنوان استفتاء على هذا العهد. ستقف كل العناوين الأخرى، ستقف كل الإنجازات، ستقف كل القرارات، وسيسطر التاريخ أن مرسوم الصوت الواحد هو معيار التقييم لمثل هذا العهد. لذلك اليوم انقسمت البلد انقسام يمكن ما عاشته من قبل. اليوم مبادئ وقيم وأخلاق دمرت، تراها اليوم في صراع بين أطراف بالبلد كأنها في حالة حرب، أو كأنهم ليسوا من شعب واحد أو من قبائل واحدة أو من نسيج اجتماعي واحد. البلد اليوم شلت، شلت البلد اليوم، صارنا ست شهور، من يعرف اليوم شنو الإنجازات اللي صارت فيها اليوم؟ وذكر هذا قبل قليل أبو عبد العزيز، مو فقط من رئيس الوزراء أو وين رئيس الوزراء، اليوم الناس تتساءل، وأنا أدعو الناس إلى استذكار كالدلالة على قضية شل البلد. هل الحكومة الموجودة اليوم هي حكومة أصلية ولا حكومة مستقيلة؟ هل الحكومة اليوم القائمة هي حكومة مستقيلة تصرف العاجل من الأمور، ولا أنها اليوم قاعد؟ هل يعرف البعض أسماء الوزراء؟ هل يعرف البعض اليوم؟ نسينا كل شيء اليوم، لا يوجد حكومة، لا يوجد مجلس، لا توجد مؤسسات. لذلك هذا الاختزال هو العنوان اليوم. الأمر بحجمه هذا بألمه يجعل العنوان المناسب له فعلا أن المقاطعة رسالة أمة. لا تتصور بأنك ما صوت فقط بأن لا قيمة لهذا الأمر، أنك صوت واحد ماذا نتيجته،
أو إيش نهايته؟ لا، اليوم الشعب مجتمعا مطلوب منه وواجبه أن ينتفض، بقي أيام لكنها حاسمة في تاريخ هذه الأمة، حاسمة في تاريخ هذا البلد، حاسمة في تاريخ هذا الشعب، بأنها رسالة بهذه المعاني. المقاطعة خيار قانوني دستوري منطقي تمارس الدول، مارس أهل الكويت من قبل، لذلك هي رسالة من هذا الشعب للعالم، للأمة، للسلطة، للحاكم، لرئيس الدولة. المقاطعة رسالة شعب يرفض بالعنوان العريض بكل شجاعة هذا الشعب اللي عنوانه لن نخضع والله خير حافظة. هذا الشعب عنوانه هو شعب أبي وفي حر، لا يقبل الظلم ولا يقبل الانفراد عنه، لذلك رسالة واضحة برفض الاعتداء على إرادته، برفض الاعتداء على دستوره، برفض إلغاء دولة المؤسسات، برفض التفرد السلطة بإدارة الدولة. لن أشرح هذه المعاني لأنها شرحت، لكني أقول أيضا المقاطعة رسالة شعب ضحى يرفض التشكيك فيه، لأن أعجب ما أسمع ومن أعجب ما سمعت بأن الشعب لم يحسن الاختيار، بأن الشعب لا يستحق 4 أصوات، بأن الشعب أنتج من خلال التحالفات والتبادلات مجلس لا يعرف أو لم يكن على قدر من الأمانة والوفاء في إدارة شؤون الدولة، فلذلك نريد أن نخفض إلى صوت واحد. هذه رسالة تشكيك في الشعب الكويتي يرفضها هذا الشعب الوفي المخلص. الشعب يقول وبشكل واضح أن سينتصر لكرامته في المقاطعة، أن سيدافع عن حقه في السيادة وإدارة شؤون دولته، وأنه مصدر للسلطات. المقاطعة رسالة شعب حر أبي يرفض نهج القمع والاستبداد والملاحقات السياسية والتشويه الإعلامي. يا أخوان، بهذه البساطة وبهذا الوضوح قناعتنا، مع احترامنا لغيرنا من قناعات، أن التصويت هو رضا بهذا الاعتداء على إرادة الأمة وعلى الدستور وعلى كرامة الشعب، بأن رضا التصويت، بأن رضا بالتشكيك في الشعب، أن رضا بقضية الانفراد من دون الشعب في إدارة شؤون الدولة، أن رضا بتصويتك، أن رضا منك بأسلوب القمع والملاحقات والتشويه واستخدام السلطات في الدولة مع الأسف وتجييرها لأجل القمع، سواء وزارات أو سواء استقلال الحق في التغاضي بمثل هذه الأمور. لذلك نقول برفضك هو رفض لكل هذا، بتصويتك هو إقرار سيستخدم. لذلك اليوم عندنا القدرة على إيقاف مثل هذا الأمر، وبيقيني إن إذا ما فشل سلاح المقاطعة، وأنا أقولها بشكل صريح، أن قادم الأيام ما بعد 1/12 أسوأ من واقع اليوم ولا يمكن أن نقبل. أنا أقول في 11/11 صرحت يا سمو الأمير بأن تؤكد بتصريح إيجابي، تؤكد ثقتنا بحسن نوايا الجميع، وتقصد المخالفين أو الرافضين لمرسوم الدائرة الوحدة. وقلت بهذا التصريح أيضا نتفهم الاختلاف حول سبيل إصلاح أمورنا، ونتقبل النقد والنصح للارتقاء بمؤسساتنا. وقبل أيام في 21/11 صرحت أيضا بأن الخلاف حول مرسوم الدائرة الواحدة، حصرت الخلاف مع المخالفين على هذا الأمر. ولذلك الرسالة اليوم لكل الإعلام الفاسد وأبواقه وأذنابه وتجاره، ولكل المخدوعين أيضا ممن يهمنا أمرهم، المخدوعين بروايات هذا الإعلام الفاسد وبروايات أصحاب المصالح الخاصة وبروايات مشروع تدمير الكويت وتدمير إرادتها والاعتداء والتطاول على دستورها، أن رسالة أين الكلام عن قضية هؤلاء من يخططون للانقلاب، هؤلاء من يرتبطون بأجندات خارجية، هؤلاء من ومن قوائيين، وإلى آخر هذه التهم المعلبة
اللي مع الأسف بعضها وصل إلى القضاء، اللي مع الأسف بعضها وصل إلى القضاء. وأمير البلاد الآن رئيس الدولة يقر بتصريح علني متلفز بأن الخلاف منحصر على مرسوم الدائرة الواحدة، بأن الجميع حسن النية. لذلك في مثل هذا الأمر وفي مثل هذا التصريح وفي هذا التصريح أيضا أعلنت بأنك ستقبل حكم المحكمة الدستورية، وأعلنت بأن بالإمكان إسقاط هذا المرسوم من خلال المجلس القادم أو أن يقدم أحد نوابه تعديل. وأنا أقول هذه مبادئ مع الأسف هي مبادئ صحيحة، لكنها جاءت في سياق ليس هذا توقيته وليس هذا مجاله. نقدرها في الإطار العام، لكن أعظم منها يا سمو الأمير، أعظم منها يا رئيس الدولة، أعظم منها أن تتراجع عن هذا المرسوم إكراما لهذا الشعب الكويتي، امتثالا لإرادة هذه الأمة، انسجاما مع رغبة الأمة، حفاظا على مستقبلها ومستقبل البلد وأمنها وأمانها. أعظم من أن تكون أحكام، أعظم من أن يكون مجلس تعلم يقينا وتعلم أن المستشارين والحكومة وأصحاب المصالح أرادوا بهذا المرسوم هو أن يضبط بأن لا يكون في أغلبية تتصرف بانفراد أو تتصرف وفقا لإرادة الشعب. سمو الأمير، تراجع الكبار كبير، وتراجع الكبار سطره التاريخ، وسأروي لك أمثلة أنت كنت أحدها. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو النبي المرسل من رب العزة في غزوة بدر يختار موقع للحرب في مصير أمة كان ممكن أن تباد، ويأتي له أحد الصحابة المنذر بن حباب ويقول هذا منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة والخدعة؟ قال إنما الحرب والمكيدة والخدعة. يرد عليه الصحابي الجليل وهو يعرف من يخاطب ويعرف فضله، وأنا وأنت والأمة كلها تعرف فضل نبيها، يقول ليس هذا بمنزل. في لغة اليوم قد يعتبر البعض تسفيه، لكن يدرك الرسول حرص هذا الصحابي على الأمة وعلى نصرها وعلى حبه وصدقه. ولذلك أصدق الناس اليوم لك هم من جهروا بالنصح بغض النظر عن بعض الألفاظ، هم من جهروا بالنصح لأنهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يصدعوا بحق فصدعوا به. لو كانوا يريدون الأمن والأمان، لو كان همهم ذاتهم وراحتهم ما صدعوا بهذا، لأن لكنهم مخلصين صادقين مع الله ابتداء، ثم مع هذا الشعب والأمانة، ثم معك شخصيا. لذلك نزل الرسول على نصيحة الصحابي والمثل الآخر أيضا في أمور النخل وتتبيرها، وقال أنتم لما خطئ أو أخطأ رسول الله عليه الصلاة والسلام المنزه في التشريع قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وسيدنا عمر لما قال أصابت امرأة وأخطأ عمر وهو على المنبر وهو عمر. وعبد الله السالم الذي ذكر تفاصيل مثاله الأخ العنجري قبل قليل بأن نتراجع لأجل أمة، لأجل شعب، تقديرا لهذا الشعب والتوافق مع الشعب دائما هي عزة للحاكم، هي عزة للحاكم. والمثل الخاص في سموك وهو تصريحك الشهير بأنه لو قدم ناصر محمد استقالته لن أقبله ولن أقيل ناصر محمد، وكل أهل الكويت كانوا سمعوا هذا التصريح. ولذلك أشبه الحالة بما كان من قديم في ذاك الأمر من حالة، كنا ننادي ونطالب والشعب معنا بعزل ناصر محمد لأنه لا يستحق شرف رئاسة وزراء دولة الكويت وإدارة شأن أهل الكويت. ولما تيقنت بأن هذا مراد الشعب وخرج الشعب يصط بالآلاف بالعشرات الآلاف هذه الرغبة، تراجعت مشكورا، وغدر الشعب لك هذا التراجع، وغدر الشعب لك هذا التراجع.
ولذلك أنا أقول وأكرر لأجل تسطير تاريخ الكويت وفقا لإطار الصحيح وليس المزيف، أقلت ناصر محمد ولم يقدم استقالته، بل رفضت أن يعود الخرافي رئيسا لمجلس الأمة، ونعلم أن كل الخرافي ما يرشح إلا ضامن الرئاسة، لأنهم غشوك في النصيحة، لأنهم عزلوا بينك وبين الشعب في معرفة حقيقة مطلوب الشعب. واليوم هو نفس الأمر، هذا المرسوم شعب الكويت رافضه، ومهما يفعلون في قضية الآن من محاولات ضغط ومحاولات لا تقبلها لو تعرف تفاصيلها أنت. ضغط على الناس اليوم في الحرس الوطني وتجير أجهزة الدولة في الإعلام برسالة موجهة قبيحة لتزوير إرادة أمة لقبول مرسوم ساقط وغير دستوري. لذلك ارجع يا سمو الأمير لإرادة الشعب، توافق مع مطلوب الشعب، احسم هذا الخلاف، واعلم أن كثير من هالأبواق اللي تصفق لك اليوم على مثل هذا المرسوم ستصفق لك بعد قليل على أي قرار تتخذه لأجل الشعب ولأجل الأمة ولأجل مستقبله، لأن معظمهم، نعم أقدر البعض اللي عنده وجهة نظر، لكن معظم هؤلاء سيصفقون للحاكم وأي حاكم وأي مسؤول، لأنهم يصفقون لمصالحهم. المخالف اليوم لمثل هذا المرسوم هو الصادق في النية، مع تقديري مرة أخرى أقول لكثير من الأخوة من المواطنين وقد يكون من المرشحين، أتفهم وجهة نظرهم لكن التاريخ سيثبت لهم، مثل ما أثبت من قبل في مفاصل في 67 وفي 75 وبال 81 لجد الدستور وبال 85 في الحل وفي المجلس الوطني أيضا، أن الشعب كان محقا وكانت السلطة غلط. نختم بأن رسالة الشعب يطالب الحسم، وأن الاستمرار في هذا الأمر لا يحسم قضية ولا يحسم مستقبل، وأدعى الناس بالحرص على البلد والشعب ومستقبلها وأمنها وأمانها هو رئيس الدولة. لذلك التاريخ قلناها من قبل يسجل المواقف، والتاريخ عادة يسجل تاريخ الكبار. رسالتنا للمواطنين نقول دوركم أعظم، وأنتم المعواء وأنتم المحور الحقيقي والأصيل في هذه النقطة كما كنتم دائما. يا شعب الكويت، لما كنا مرشحين كنا نقول لك صوت للكويت ولا تصوت لإسم، ومن يتوافق مع مصلحة الكويت وإرادة الأمة ويحقق تطلعاتك صوت له. واليوم أيضا نقول صوتوا للكويت بأن امتنع عن التصويت، بأن امتنع عن التصويت لأجل الكويت ليس لأجل مرشح. أسقط المرشحين وأسقط المعارضين وصوت لأجل البلد، لأن اسم البلد أعظم من أي اسم، ولأن مستقبل البلد أعظم من أي أمر. تحرك واقنع، وليس القضية في قضية أني قمت بما ينبغي. هناك فرق بين المصلح والصالح، والصالح قد يقوم بواجبه وجزاه الله خير، لكن المصلح أعظم منه 100 مرة، وهو من يتحرك لأجل قناعاته، فما بالك إذا كانت لأجل البلد ولأجل الشعب ولأجل مستقبل أمة. كل السلطات تحتاج دعم الشعب، كل السلطات تحتاج دعم الشعب. وانتخابات 1/12 ستكون استفتاء، ستكون استفتاء، فلا نخسر ولا تخسر البلد استفتاءها. اعلم أننا إذا تراخينا عن إظهار إرادتنا سيكون ما بعد 1/12 أعظم وأسوأ. سيكون هناك إغرار للاتفاقية الأمنية، وسيكون هناك تنقيحا للدستور، وسيكون هناك فساد علني. عناوين الفساد الإعلامية ستكون عناوين الفساد البرلمانية. السرقة بالسر ستكون سرقة بالعلن، وما ذكر أحمد السعدون قبل قليل ستشوفونه جهارا نهارا في الجريدة الرسمية ينشر. إذا نجحنا ونحن واثقين بإذن الله سنقول للعالم كله بأن هذا مجلس لا يمثل الشعب الكويتي، ولا يجرؤ أحد أيا كان أن إذا ما طلعت النسبة المتدنية اللي نتوقعها ونحذر من أي محاولات للتزوير، لا يجرؤ أيا كان بأن إذا النسب طلعت متدنية بأن يزعم بأن هذا المجلس يمثل الشعب الكويتي، وهذا ليس أمر خاص في الكويت. أي دولة بالعالم لا يمكن أن يكون مجلسها الممثل لإرادة الشعب في التشريع والرقابة وإقرار الأموال والمحاسبة يمثل شريحة صغيرة جدا. لذلك المآل
أن الشعب لن يعترف في هذا المجلس. المآل والواجب أن إذا ما مضينا إلى ذاك الطريق إلى هذه النهاية بأنه يحل، ويا محليت مجالس أمة على قوانين أو مقترحات أو خلافات لا تعادل واحد من مليون من مثل هذا المشهد اللي نصوره. ختاما نطالب السلطة بعدم التدخل في إجبار الناس، ووصلتني معلومة أرجو أن لا تكون صحيحة بأن الآن هناك توجه إلى عدم إعلان النسبة، ووصلت أوامر إلى كونه وكالة الأنباء بأن لا تعلن نسبة الانتخابات، وسواها من قبل وزير الداخلية في الطعون أنه لم يقدم النتائج التفصيلية. فأي عدم أي تستر، نعم رحبنا في بعض الإعلانات رافضين هذه الانتخابات رافضين هذه المرسوم، لكن نقدر أشياء جزئية وثقتنا كبيرة جدا رغم تحفظنا على مرسوم إنشائها في لجنة العليا لإدارة انتخابات أو لشرف انتخابات، لكن أي تستر على النسبة المعلنة فهو تدخل يدل على نية سيئة فيما يتعلق في التصويت. أنا على يقين بأن الشعب الكويتي سينتصر لهذا البلد كما سطر انتصاراته منذ تأسيس هذه الدولة، وعلى يقين بأن الله عز وجل حافظ لهذا البلد بسبب أفعال هذا الشعب الكريم، وجزاكم الله خير.